ايش لفت انتباهك في القرعه؟ ايش المباراه اللي تنتظر تشوفها؟ اعتقد النصر والاتفاق هيبقى ماتش قوي. الاتفاق مشي كويس جدا، ماشي كويس جدا مع جيرارد، عنده لعيبه قويه جدا، التدعيمات الاخيره عملها، فانا شايف ان فرقه متزنه جدا دفاعيا وهجوميا. النصر ما شاء الله، يعني النصر ماشي في احسن حالاته، بارتفاع قوي جدا، اداء هايل، اهداف غزيره، بيخش فيه اهداف قليله جدا. فانا اعتقد المباراه دي هتبقى هي مباراه دور ال 16 في كاس الملك. اعتقد المباراه قويه جدا في الاخر، برضه بوجود الكاس ما مباريات غير الدوري تقدر تتعوض، لكن الكاس هي مباراه واحده ليها حساباتها وليها تحضيرها، لكن اعتقد ان ده هيبقى اقوى ماتش في دور ال 16. طيب.